ومع القسم الثامن من سيرة الثورة الحسينية. مضى الحسين عليه السلام ومن معه في الصحراء بعيداً عن الكوفة إلى أن وصلوا إلى أرض كربلاء في اليوم الثاني من المحرم، كان ذلك طبعاً بإجبار من الحر ومن معه من الجيش المبعوث والمؤتمر بأمر عبيد الله ابن زياد. هنا في هذا اليوم في الثاني من المحرم في أرض كربلاء وصلت رسالة من ابن زياد إلى الحر الرياحي يقول فيها له: أما بعد فجعجع بالحسين حين يبلغك كتابي. خلاص يجب هذه المسيرة أن تقف، هذه آخر محطة، والقرار يجب أن يتخذ هنا وتنتهي الأمور. ويقدم عليك رسولي فلا تنزله إلا بالعراء في غير حصن وعلى غير ماء، وقد أمرت رسولي أن يلزمك ولا يفارقك حتى يأتيني بإنفاذك أمري. أنك فعلا التزمت بهذا الأمر. أراد الحر أن ينفذ الأمر، هنا تدخل بعض من كان مع الإمام الحسين عليه السلام وقالوا له: اسمح لنا بأن ننزل في إحدى القرى القريبة، في قرية نينوى أو قرية الغاضرية أو قرية شفية، وكلها قريبة من أرض كربلاء وعلى مرمى من البصر. رفض الحر لأن الأمر كان أنه يجب أن ينزلهم في الصحراء في مكان بلا حرز بلا ماء، وفعلا اضطر الإمام عليه السلام ومن معه للنزول في هذه الأرض بعيدا عن الماء. واقترح عليه زهير بن القين أن يبادر بالقتال، ولكن الإمام عليه السلام امتنع عن ذلك. كان عذره زهير يقول: الآن هم 1000، إذا انتظرنا العدد سيتضاعف، حين ذاك سيتصعب مواجهتهم أكثر وأكثر، إن كان لابد من المواجهة فليكن الأمر الآن. لم يوافق الإمام لأنه كان متمسكاً بذات المبدأ الذي تمسك به النبي صلى الله عليه وآله وعلي عليه السلام والحسن عليه السلام، أن لا يكون هناك بدء بالقتال. في اليوم اللاحق وصل عمر بن سعد ومعه 4000 من المقاتلين جاءوا من الكوفة. عمر بن سعد بعث رجلاً يسأل الإمام: لماذا جئت إلى العراق؟ الإمام أخبر هذا المبعوث بأن هناك كتب وصلتني، فبعث عمر بن سعد رسالة إلى عبيد الله بن زياد يعرض فيها السماح للإمام الحسين عليه السلام بأن يعود إلى الحجاز. رفض ابن زياد. تمر بضعة أيام إلى اليوم السابع من محرم، يصل كتاب جديد من ابن زياد يقول فيه لعمر بن سعد: أما بعد فحل بين الحسين وأصحابه وبين الماء، لا يذوقوا منه قطرة كما صنع بالتقي الزكي المظلوم أمير المؤمنين عثمان بن عفان. وفعلا تقدمت قوة عسكرية احتلت مشرعة الماء، وبالتالي منع الإمام الحسين ومن معه من الاستقاء. هنا بعث الإمام العباس بمعية 30 فارساً و20 راجلاً لكسر هذا الحصار والاستقاء للمخيم، وفعلاً استطاع العباس أن ينجح في ذلك. ثم التقى الإمام عليه السلام في هذا اليوم، اليوم السابع، التقى بعمر بن سعد أكثر من مرة، دار معه حوار بينهما حوار أكثر من مرة. على أثر هذه الحوارات كتب عمر بن سعد رسالة يخبر فيها ابن زياد، يطلب فيها من ابن زياد أن يسمح للحسين إما أن يعود إلى الحجاز أو أن يذهب إلى ثغر من الثغور، يعني حد من حدود الدولة الإسلامية. وصلت الرسالة في اليوم الثامن أو التاسع، في اليوم الثامن من محرم إلى ابن زياد. في البداية يقولون أنه مال إلى هذا الرأي ووافق عليه،
ولكن لم يصدر الأمر حيث تدخل الشمر ابن ذي الجوشن وقال بأن عليك أن تقضي على الحسين ولا تسمح له بالخروج من هذه المنطقة، إما أن يستسلم وإما أن يقتل. فإن أبى عمر بن سعد تنفيذ هذا الأمر فاجعل القيادة لي أنا. وفعلا في اليوم التاسع من المحرم تصل الرسالة إلى كربلاء بيد الشمر ابن ذي الجوشن. عمر بن سعد اطلع على الرسالة وخاف من خسران هذا الموقع القيادي، وبالتالي قبل أن ينفذ هذا الأمر لابن زياد. وعندما حان وقت العصر من ذلك اليوم وتمت الصلاة في معسكر عمر بن سعد، زحف بمن معه على معسكر الحسين وقد اعتلى صوت ابن سعد قائلا: يا خيل الله اركبي وأبشري. بعث الإمام الحسين عليه السلام أخاه العباس يطلب منهم المهلة، وفي الخبر أنه إنما أراد أن يأمره بأمره ويوصي أن يأمر بأمره ويوصي أهله، ولأنه أحب أن يتفرغ تلك الليلة للعبادة لا للقتال. وفعلا وافق عمر بن سعد أن يؤجل القتال إلى يوم الغد. ماذا يجري بعد ذلك في ليلة التاسع، ليلة العاشر وفي يوم العاشر؟ سنعرف ذلك إن شاء الله في ليلة الغد. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا، ورحمة الله وبركاته.